راح أعطيكم اليوم تمرين سهل وبسيط لعلاج تقوس أو انحناء الظهر. التمرين بهذا الشكل. نفرد ظهرنا، ندفع ظهرنا في الحيطة بهذا الشكل لمدة 10 ثواني. نريح. كمان نكرر. نفرد ظهرنا وكتافنا من الخلف وندفع ظهرنا بالحيطة. نريح. نكرر. نفرد كتافنا ورأسنا للأعلى وندفع ظهرنا للحيطة لمدة 10 ثواني. نريح. نكرر هذا التمرين 15 ل 20 مرة يوميا. لا تنسوا مشاركة الفيديو لتعم الفائدة.